السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لين إن شاء الله حكون معكم في لايف مباشر عن حاجة مهمة جدا، اللي هو كيف يتميز كيف تتميز في المرحلة الجامعية. أول حاجة أعرف نفسي، أنا محمد محجوب، طالب بجامعة الإمام المهدي، هندسة كيميائية، ما زلت يعني بدرس في الجامعة، ومؤسسي فريق المبتكرين الصغار، ومشرف في عقول الباحثين السودانيين، وحاصل على تاريخ اختلاف في الهندسة والتكنولوجيا، وموديتر FTC تيم السودان، موديتر فارس جلوبال تشالنج 2020، وموديتر جي الخرطوم. طبعا الحاجات دي كلها والتعريفات دي كلها أنا أعتبرها هي يعني جزء من الإنجازات خلال مرحلتي الجامعية، أو ما زلت يعني في المرحلة الجامعية. فحبيت أنه أعمل الله يفتح، حتى أنه كثير من الطلاب هم بيكون عندهم قياب في الإنجازات. يعني مثلا الواحد بيكون هو ما عارف يمشي بأي اتجاه وكيف يتميز في المرحلة الجامعية، لأنه هو بينتقل من مرحلة الثانوي والحصص والتفاصيل الكثيرة تحت الثانوي إلى مرحلة مختلفة تماما عن المرحلة اللي هو كان فيه، فيكون في جاب ما بين مرحلة الثانوي ومرحلة الأساس. فهنا بيبقى نفسه هو ضايع، يعني ما قادر يضبط نفسه بإنجازات معينة عشان هو يقدر يعني يحقق الهدف اللي هو جاي عشان. فبنلقى كثير من الطلاب، منهم اللي بيكون بينحرف تماما عن التخصص، منهم اللي بيعافر عشان هو يتميز، ومنهم كمان بتلقاه متذبذب، يعني مرة يعافر ومرة يقعد، مرة تاني يقوم مرة تاني يقعد. فدي كمقدمة بسيطة كده عن أهمية السؤال ده، أو أهمية اللايف عموما، اللي هو كيف تتميز في المرحلة الجامعية. يعني المرحلة الجامعية هي مرحلة بناء وتكوين بمهاراتك أنت. يعني أنا ما بتكلم عن كلام تنمية بشرية، لا، أنا بتكلم عن تجربتي الشخصية في المرحلة الجامعية، وكيف أنك أنت تقدر توصل للأوبجكتيف أو للأهداف اللي أنت أصلا جاي عشانها. يعني طيب خلينا نبدأ الحاجة دي بثلاث نقاط أو ثلاثة محاور. المحور الأول يعني شنو التميز؟ يعني لو سألت أي واحد مفهوم التميز بيختلف من شخص لشخص. يعني بتلقى ناس والله بيشوفوا التميز أنك أنت تتصور مع ناس مشهورين، تاني ناس بيشوفوا التميز أنه والله أنت مثلا تتحصل على درجات أو تجيب معدل كويس في الجامعة، تاني ناس بشوف التميز انك انت تشتغل وانت في مرحلة جامعية، يعني تكون لك بيزنس وانت في مرحلة جامعية، تاني والله في ناس بشوف التميز انك انت تعرس وانت في مرحلة جامعية. فده كله هو مفهوم من مفاهيم التميز، بيختلف من شخص لشخص حسب رؤيته. لكن خلينا نتفق على ان التميز انك انت تصل لأهدافك، التميز انك انت تصل لأهدافك. فالأهداف بتختلف من شخص لشخص، منهم الهدف والله هو يتوظف، منهم الهدف وأنه يكون علاقات مع شخصيات مرموقة، منهم الهدف وأنه هو يصبح عالم، منهم الهدف وأنه هو يشتري له سيارة في الجامعة. فدي كلها أهداف، فالتميز أنك أنت تصل للهدف بتاعك. طيب ده كنقطة أولى، يعني كتعريف للتميز. نجد الشق الثاني، المرحلة الجامعية. المرحلة الجامعية ما زيها زي باقي المراحل، دي خلينا بوينت أو نقطة نتفق عليها، ما زيها زي باقي المراحل. ليه؟ لأنه المرحلة الجامعية أنت بتكون في أكثر العمر أو الفترة العمرية اللي أنت بتكون فيها أكثر نشاط وأكثر وعيا وأكثر يعني فهما للحياة. لأنه أنت لما كنت في الثانية أو كنت في الأساس يا دوب يعني أنت
اهتماماتك بسيطة يعني يا دوب عقلك بينمو. لكن في المرحلة الجامعية لا، انت في المرحلة الجامعية زول كامل العقل ومدرك وزول فاهم الوضع كويس، وفي نفس الوقت عمرك يعني عمر زول في أنشط مراحل الشباب يعني. طيب دي كنقطة أولى، عرفنا السؤال ده هو كيف تتميز في مرحلة الجامعة. طيب نجد النقطة الثانية، التميز بيتقسم ده إلى كم قسم؟ القسم الأول التميز الأكاديمي، وده بيعني بيه شنو؟ بيعني بيه هو إنك أنت تتحصل على درجات عالية مثلا في الجامعة، معدل عالي. ودي صراحة خلينا ندخل فيها كم نقطة يعني، دي ذات خلينا نفتح ده كم خشم بيت كده. التميز الأكاديمي بتلقى كتير من الطلاب بيعانوا من الحاجة دي معاناة شديدة جدا. ليه؟ لأنه بتلقى والله الطالب هو يعني بيقرأ وبعد ذاك بينزل امتحانات وعلى كده خلاص هو بينجح. بتلقى واحد تاني بس بيجي معاه أيام امتحانات بشيل الزيتونة وشوف الحاجات اللي فاتته وسرعة سرعة كده بينجح بيمر. وبتلقى في واحد تعب من بداية السنة لغاية آخر السنة ما نجح، أو تلقاه جاب درجات بسيطة. وهنا المشكلة بتلقاها في حاجات كثيرة من ضمنها، والله ممكن تكون حاجة في الأساتذة إن هم يعني قاعد يخصموا منه درجات، بتلقى إنه والله هو عنده مشكلة مع بعض من الأساتذة، بتلقى إنه الطالب ده والله ما فهم الأستاذ هو داير شنو. فبتختلف الموازين يعني في النقطة بتاعت التميز الأكاديمي. والتميز الأكاديمي عنده فوائد يعني، أنت تميزت أكاديميا كدراسة عندها فوائد يعني، لأنه يعني معدلك ده أنت بعدين لما تقرأ دراسات عليا أو تقدم لمنحة بعد البكالوريوس بينظروا للمعدل، كل ما المعدل كان عالي كل ما قبولك كان عالي. لكن أنا صراحة يعني قاعد أحتبر إنه التميز الأكاديمي في الجو الحاصل ده أو في التطور الحاصل في العالم ده يعني ما بيعمل أي حاجة بدون مهارات وبدون قدرات بنيتها أنت في المرحلة الجامعية. ده ليه؟ لأن الشركات حاليا يعني كمثال، إذا أنت جيت بشهادة بدون خبرة وبدون مهارة ما حيقدر يعمل لك حاجة، ما حيقدر يوظفك، لأنه أنت جاي شايل ده ورقة، ورقة دي والله فيها مثلا تفاصيل بتاعتك، والله يا أخي جايب كده في المادة الفلانية، جايب كده مثلا في المادة هنا، جايب كده في المادة، فهو ما حيستفيد حاجة من الدرجات دي يعني. ها جبت له درجة هنا ده ايه، هنا بي بلس، هنا بي. طيب حيستفيد شنو؟ إذا أنت ما عندك مهارة وما عندك خبرة، فبالتالي الأولوية للزول عنده خبرة وعنده مهارة، حتى ولو كانت شنو درجاته طيش يعني، درجاته كانت سي اف، ما هو ما حيفرق معاه، ما دي يعني درجات هو بخطها في ورقة وشهادة وتطلع. لكن هو داير، لا داير يستفيد منك انت كشخص، يستفيد انه انت يعني مثلا تشتغل له العملية الصناعية دي، او يستفيد منك انك انت تنجز له المهمة دي. فاذا انت ما عارف فبالتالي ما حتفيد الشهادة بتاعتك. وده الجاب الحقيقي اللي هو الطالب بينصدم به، انه والله يا اخي انا بكون مركز على الاكاديميات اكتر حاجة واجيب معدل، وبينسى اي حاجة تاني. ده بينسى انه هو يعمل تدريب في المصانع اذا كان مهندس، او اذا كان في تخصص ثاني يعمل تريننج في التخصص اللي هو فيه، بينسى انه هو ينمي مهاراته وقدراته، بينسى انه هو يكون نتورك او علاقات مع التخصصات التانية والتخصص ذاته اللي هو فيه. فبالتالي بتلقاه لما يتخرج بينصدم يعني، بينصدم بأنه هو خط رؤية وماشي على مسار، ولما طلع لقى مسار تاني. فدي حقيقة على كل الطلاب هم يدركوا الحاجة دي ويوعوديها يعني، يكون في وعي حقيقي أنه أنت كطالب لابد أنك أنت تكون متميز كمهارات وكقدرات، وتكون متميز حتى في بناء
مهاراتك الشخصية، يعني والله يا أخي متميز مثلا في التصميم، متميز مثلا في التصوير، يعني دي ذات بتفتح لك أبواب أنك أنت تشتغل أثناء مسيرتك الجامعية. ودي نقطة لابد الناس هي تنتبه لها، لأنه أنت إذا طلعت من الجامعة وبس عندك شهادة، يعني طلعت من الجامعة عندي شهادة لكن متميز أكاديميا، يعني والله درجاتي من سنة أولى لغاية آخر سنة إيه، من سنة تانية لغاية كده بي، والله مقفل المواد كلها، هل ممكن تتوظف؟ الإجابة أنه إذا ما عندك مهارات لا يمكن أن تتوظف. معلش هتكون إجابة صادمة جدا، لكن ده السوق حاليا ماشي كده، يعني بدون مهارات أنت ولا شيء، حتى ولو تميزت في أرقى الجامعات وأرقى التخصصات. النقطة الثانية واللي هو التميز اللا أكاديمي، وأنا أقصد هنا بالتميز اللا أكاديمي التميز في جوانب تانية أو في تخصصات تانية، وخلينا نمسك مسار معين في النقطة دي. يعني مثلا بتلقى واحد هو خش تخصص الهندسة الميكانيكية، تمام، لكن لما دخل سنة أولى ومشى سنة تانية لقى نفسه أنه هو ممكن يتميز في مجال لا أكاديمي. يعني شنو؟ يعني والله ممكن يتميز هو في تدريب الطلاب في اللغة الإنجليزية، أو يتميز مثلا في العلوم الحديثة يعني التكنولوجيا والإلكترونيات، مثلا يتميز في بناء المشاريع الإلكترونية، فبيلقى نفسه أنه هو يتميز في حاجة لا أكاديمية، أو حاجة مثلا هي ما عندها تخصصات جامعية، فده بتلقى أنه هو فتح على نفسه أبواب بتخدمه في أنه هو يمشي صح في مسيرته الجامعية. كيف؟ يعني مثلا زول بيدرس هندسة ميكانيكية يتميز في مجال آخر، يعني مثلا مجال التصميم والتصوير، هو مجال يعني، فالمجال ده فتح له أبواب وظائف، الشركات مثلا عندها ماركتينج، عندها تسويق، استدعته انه يتوظف معاها، يصور لها منتجات، يصمم لبعض الشركات، فده مثل له مصدر بتاع دخل، في نفس الوقت مصدر بتاع بناء علاقات، وانا باكد على النقطه دي اكتر، بناء علاقات. كيف؟ في انه هو والله عارف مدير الشركه الفلانيه وعلاقته كويسه مع المدير الفلاني، فدي نقطة مهمة جدا، لأنه دي هي بتربطك مع الناس أو بتخليك أنت شخص معرف أو شخص أنت معروف في المجال اللي أنت شغال فيه، ودي طبعا بتفيدك بعدين في أنك أنت تتوظف، تتحصل على بعض من الوظائف اللي ممكن أنت تحتاج في مسيرتك الجامعية. فالتميز اللا أكاديمي مهم جدا لدى الطلاب، بالأخص في الزمن الحالي ده، أنه أنت بدون تميز لا أكاديمي ولا شيء، لابد أنك أنت تسعى لبناء المهارات، تنمية قدراتك في المجال اللي أنت بتحبه أو شغال عليهم. والحاجة دي بتجي كيف؟ بتجي بأنك أنت تكون شخص مبادر، وأعني بالمبادرة هي أنك أنت تبادر في الحاجة اللي أنت شغال عليها. يعني مثلا أنا بدرس هندسة، فبعمل مبادرة مهندسين، مبادرة مثلا بتعريف التخصصات، مبادرة مثلا بشرح المواد الجامعية في تخصصي، أي مبادرة شنو؟ تساعد الناس. فالتميز اللا أكاديمي بيكون بالمبادرة، لابد أنك تكون مبادر، شخص مبادر، طالب مبادر. الشيء الثاني أنك أنت تكون شخص متطوع، يعني شنو؟ يعني تتطوع في المنظمات، تتطوع في المبادرات، تتطوع في الأنشطة اللاصفية، المؤتمرات، ورش العمل، التنظيم، في المعارض، دي كلها بتبني مهاراتك أنت وبتخليك شخص يعني اتمرنت على أرض الواقع على حاجات تانية، ما اكتفيت بس بالتخصص اللي أنت فيه. وخلينا أذكر في النقطة دي مثال بسيط،
انه مثلا انت اذا بتدرس في الجامعة مثلا تخصص علم النفس، فالتخصص ده والله فيه كذا مادة، المادة دي انت والله عندك مادة معينة فاهمة كويس، فالمادة دي بتقوم بتشرحها للناس الطلاب اللي معاك، حتى ولو هو ما داير اشرحها ليهم، وحتى كمان اذا المادة انت ما فاهمة لما تشرحها للناس بتفهمها اكثر. فلما تشرح دي براها مبادرة، يعني كن مبادرا ولو انت براك. المبادرة دي ما معناها انك والله تعمل لك تصميم ولوجو وصفحة وتصوير وتجيب لك ناس ما عارف منظمين، لا لا، براك انت حاجة بتعرفها وريها للناس، كده انت مبادر. والله انا بعرف والله راضيات اشرحها لكم طالب، دي مبادرة. فالمبادرة هي بتنمي فيك مهارات انك انت تكون شخص معتمد على نفسك، لانه بتخليك تبحث عن الحاجة انت ما عارف، بتخليك شخص متمرس على الواقع. يعني والله بتحدث لك مشكلة او عقبة، انت براك بتفكر يا جماعة انا احل الحاجة دي كيف، ما بتعتمد على شخص معين او والله لابد الشخص ذاك يكون قاعد عشان نحل المشكلة، لا، براك بتفكر. ونحن كمان في السودان تحديات يعني شيل على قفا، يعني في اي حتة في تحدي، فالتحديات دي بتخليك انك انت يعني ما اقول لكم مرن، لكن بتخليك انت متعود على حل المشكلة، ودي حاجة كويسة جدا او مهارة كويسة جدا. طيب انا خلاص اللايف ما داير اطول اكتر، لكن اخر نقطة ودي خليت الاسئلة الشائعة وهختم بيها برسائل او وصايا، وبعدك نشوف الاسئلة. الاسئلة الشائعة في طلاب او في طالب بيجيك بيقول لك والله يا اخي انا استفيد شنو من حضور المؤتمرات او حضور المعارض او حضور ورش العمل، هستفيد شنو؟ الاجابة انك انت هتستفيد بناء علاقات، يعني هتعرف الشخصية الفلانية، الشخصية الفلانية ما ضروري الشخصية دي تخدمك، لكن انت عارفة وصل لها نفسك انت منه. تمام. سؤال تاني برضو من الطلاب بيجي انه والله يا اخي انا في مرحلتي الجامعية دي بكون داير اشيل شهادة واتخارج، يعني الوقت ضيق والحال بقت ضيقة، ما يعني ما في وقت انا امشي اقرا او امشي والله يا اخي انمي مهاراتي في الحاجة الفلانية وكده. والاجابة على النقطة دي مهمة جدا، انه انت وقتك كافي، بل حتى في ناس عندهم اهدار للوقت. كيف يعني؟ بتلقى الواحد ما عنده حسن استقلال للوقت، بمعنى انه في فترة اجازية للجامعات عموما بتلقى في حاجة يسمى العطلة، يعني زول قاعد عاطل بيقول لك بس الواتساب فيسبوك وكذا، فده من اشد الناس اللي هو حوجة، لانه هو ينمي مهاراته في جانب معين، لانه العالم ماشي على تسارع رهيب جدا، فلا بد انك انت تتواكب مع التسارع ده. فالاصح والاحرى والاجمل انك انت في فترة الاجازة نمي مهاراتك، عندك وقت، قسم وقتك صح، يمشي اشتغل طلع لك قروش، لكن نمي مهاراتك في جانب معين، وخلي الجانب ده ذاته مصدر دخل لك انت، ما هو ما في حاجة صعبة. بعض من الناس بيفتكر انه تنمية المهارات والقدرات وكلمة التنمية البشرية دي حاجة صعبة، وانا من يوم الليلة ابقى ملياردير ومليونير، لا لا، الحاجة ما بتجي كده، بتجي خطوة خطوة. فانت ابدأ صح وابدأ من الان، بعدك استمر. طيب من الاسئلة الشائعة برضو بتجي او ممكن تكون هي شائعة عند معظم الطلاب، اختلاف الجامعات، وهل ممكن أنا أتميز في جامعة معينة دون أخرى أو لا؟ الإجابة شفت، لو كنت في جامعة في أفقر الدول وأفقر المدن وأفقر البقاع في العالم أنت ممكن تتميز، دي حقيقة أخذوها مني أو تجربة أخذوها مني شخصية.
لأن التميز أبدا ما مربوط بالجامعة ولا مربوط بإمكانيات الجامعة، أو أيوة إمكانيات الجامعة ومقدرات الجامعة ممكن تساعد على التميز، لكن التميز مربوط بشخصك أنت. لن يقير الله ما بقوم حتى يقيروا ما بأنفسهم، فالتغيير بيبدأ من عندك أنت. فإذا أنت مصر على أنك أنت تتميز فأنت حتتميز، بغض النظر عن إمكانيات الجامعة، بغض النظر عن الجامعة دي هي شنو، فيات دولة، فيات ولاية، فيات مدينة، فيها شنو التحديات الجوا شنو، أنت ممكن تتميز. الكلام ده ما تنمية بشرية، لكن أنت ممكن تتميز. ما الحياة دي هي تحدي وعمل، أنت تحديت نفسك أنك تتميز والله في جانب التصميم. فأنا ببدأ أول حاجة أعرف جانب التصميم ده هو شنو، بعد ذاك أشوف القنوات اليوتيوب أشهر الناس المصممين هم منو، بعد ذاك أبدأ أعرف عن المجال أكثر، بعد ذاك أشوف دورات، بعد ذاك أبدأ أجرب. فالحاجة بتجي كده، بتجي بسلاسة كده، يعني خطوة خطوة كده. سؤال قبل الأخير هو شائع وفي نفس الوقت مهم، هل التميز مربوط بسنة معينة في الجامعة أو عمر معين؟ الإجابة لا. ليه؟ لأنه بتلقى واحد في سنة أولى متميز وبنى مهاراته، في طالب في نفس الجامعة معاه في سنة خامسة قاعد ساي. قاعد ساي بمعنى شنو؟ يعني بس هم والله يا أخي الامتحان الفلاني جاك، ايوه نحله ونمشي وتاني نجي وتاني نرجع بس كده. فالتميز ما مربوط بعمر معين ولا مربوط بسنة معينة في الجامعة، انت ممكن تتميز من اول سنة الى اخر سنة، ما في حاجة بتمنع. فلا بد من الطلاب ان هم يدركوا النقطة دي، انت في سنة اولى، في سنة تانية، في سنة تالتة، في سنة رابعة، في سنة خامسة، في سنة سادسة، طب اي سنة انت في الجامعة ممكن تتميز، بس انت شنو ابدا صح واعرف انت لا تتميز فيها حاجة بالضبط. بعدك ابحث، العالم حسه كله يعني بقى قدامنا الان، يعني ممكن تبحث تلقى الاف المعلومات، طن هائل من المعلومات، فدي كلها ممكن تمثل لك خط انك انت تبدا صح. اخر سؤال واللي هو برضو مهم جدا، اللي هو بالنسبة للطالب والبيئة، خلينا نقول ما الأكاديمية، خلينا نقول البيئة الصحوبية، يعني بيئة الأصدقاء، أو البيئة الاجتماعية في محيط الجامعة حقك، هل هي بتأثر على تميزك أم لا؟ والسؤال ده صراحة يعني ما هو مهم، لا أكثر من مهم، لأن بيئتك الاجتماعية أو المحيط للجامعة اللي أنت فيها بتمثل لك نوعين من الـ من الـ من الإنجاز، يا إما هي دعمتك يا إما هي زي ما أقول صبطتك أو حطمتك. يعني مثلا أنت في جامعة ما، والجامعة دي مثلا انت دايت تتميز في الرسم، رسم العادي ده، فبداية مرحلتك في التميز بتلقى نفسك انك انت محاط باصدقاء او ب ماذا يسميون اصحاب، لكن بناس جنبك يعني في الجامعة، او زملاء دراسة، بتلقاهم هم ضد انه انت تمشي في المجال اللي انت فيه. يعني تلقى واحد يقول لك يا زول رسم شنو، اتشايل يا زول رسم شنو، يا الدنيا ناقصه رسم، الرسم ده حاجه تافهه جدا، يا زول ترسم شنو، شوف دراستك بوين، يا زول والله ما عندك شغف بالرسم، الرسم ده حاجه ما بتودي لقدام. نوع من انواع يعني ده نوع من التعليقات ممكن تجيك من اصحابك، فبتلقى انه الناس ديل هم ما دعموك في انك انت تمشي على التميز. فالنصيحة انك انت تعمل تقيير، يعني والله يا اخي معلش المرحلة دي احنا ما حنكون يعني ما حكون معاكم كده، لكن يعني ما دكت علاقتي معاكم، لكن يعني بس شوية كده
داير يكون مع ناس تانيين. فالتغيير بيكون من الناس اللي هم ما دعموك لناس هم ممكن يكونوا في نفس الاهتمام انت ماشي بيه. يعني انت مهتم بالرسم فتتعاون او يعني تتواصل مع ناس هم مهتمين بالرسم او مهتمين بالتصوير او مهتمين بالمونتاج، الحاجة اللي انت داير تنمي مهاراتك فيها وداير تتميز فيها. فهنا بكون الفارق انه انت لما تغير تعمل التغيير ده هو ممكن يكون حارق، يعني انه انت اصحابك من اول سنة وكنت معاكم واللمات والشرلات لكن دي الحاجة الصح انك انت شنو تعمل تغيير. فالتغيير ده حيفيدك افادة، يعني اسألوني انا افادة يعني لما بغادي افادة كويسة شديد. فلما انت تغير اصحابك دين بتلقى نفسك انت مشيت، يعني انطلقت في الحاجة اللي انت داير تتميز فيها. بعد شوية سبحان الله الدنيا تتغير وتلقى نفسك انك انت يعني بقول لك الزول عابر او انجزت في حاجة انت تميزت فيها، ونفس اصحابك اللي كانوا زمان هم قال لك يا زول شايل رسم شنو كده بتلقاهم يصفقوا لك ومعجبين بالانبهار وبالعبور اللي انت وصلت له. فهنا انت تقف في نفسك وتذكر المقولة اللي هو أتعب قدماك فإن تعبا قدماك، يعني أتعب نفسك، خلي في 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 جهد متعوب على نفسك. فإن تعبا يعني إذا هو طبعا دي توري، يعني إذا قدماك تعبا قدماك، يعني أنت تقدمت وتميزت. فصراحة اللايف هو يعني المعلومات كثيرة والتجربة جميلة، لكن كنصيحة عامة لابد انك انت تبدأ صح وتشوف الحاجة اللي انت ممكن تتميز فيها بأعطوا طريقة واخد يعني في عين الاحتبار تجارب الناس التانيين بدون تقليد. يعني انت والله زول فلان داك بدأ بكده كده كده تبدأ زيه، لا انت خلي عندك بصمة تانية، انت ممكن تتميز احسن منه، لكن انت تبدأ بالطريقة اللي انت شايفها، ما تحاول تعمل كوبي بيست، يعني تقلد الزول في نفس الحاجة اللي هو سوا، لكن اخذ تجربته واخذ الحاجات اللي هو وقع فيها والعقبات والصعوبات وبعدك ابدأ ان شاء الله. النصيحة الثانية اللي هو الاستعانة والاخلاص، يعني كل ما انت استعنت بالله سبحانه وتعالى واخلصت في الحاجة انت داي تتميز فيها كل ما الحاجة كانت يعني اشتد به أزري، كانت حاجة بتشتد أزرك لقدام انك انت تمشي بصورة كويسة بصورة ثابتة. انا كده اكون انتهيت من اللايف. اذا في اي سؤال ممكن الناس تسأل تحت، لكن انا كده خلصت. فاذا في سؤال الناس ممكن تسأل تحت. طيب اللايف محفوظ. أيوة إذا في سؤال ممكن الناس تسأل تحت. فرصة لاستقبال الأسئلة. اللايف هو كيف تتميز في المرحلة الجامعية. طيب اللايف محفوظ يا شباب، بس إذا في سؤال أنا ممكن أرد عليه في اللايف، ممكن تسأله تحت في الكومنت. مختصر اللايف أنك أنت ممكن تتميز في أي مجال وأي تخصص بغض النظر عن تخصصك مهم أو غير مهم، أدبي أو علمي أو أي حاجة، فأنت ممكن تتميز في تخصص اللي أنت فيه، بس الحاجة دي محتاجة معافرة، محتاجة أنه أنت تبدأ صح، ما تبدأ بتقليد شخص معين أو زول معين. محتاج أنك أنت تعمل تغيير للأصدقاء اللي هم حواليك أو زملائك اللي هم جنبك، تعمل لهم تغيير بالناس اللي هم مهتمين بالحاجة أنت عايزة أو الحاجة أنت عايز تتميز فيها أو عابرين في الحاجة أنت عايز تتميز فيها. ده بيساعدك أنك أنت تتميز بصورة أكبر وبخليك أنك أنت تمشي صح وتبدأ صح.
طيب في سؤال، أنا قرايتي ضاغطة لأنه بقرأ طب، كيف أقدر أوازن؟ طيب إجابة السؤال ده أنه أنت إذا قرايتك ضاغطة، يعني بالذات ناس الطب أو ناس الهندسة أو التخصصات التانية، القراية بتكون كثيرة شديد، فالأحرى والأفضل أنك أنت فترة الإجازة أو حتى الفترة، خلينا نقول قبل الضغط الأكاديمي، يعني بداية السنة والإجازة دي أكتر ممكن تكون فترة أنت ممكن تشتغل فيها على نفسك كتير. أنا بلقى ناس حتى هم أثناء الامتحانات بتلقى الواحد هو بيعافر أنه هو ينجز حاجة خارج الجو الأكاديمي، ودي صراحة محتاجة موازنة شديدة شديد. يعني أنت ممكن تخفق في الدراسة وتنجح في حاجة تانية، ممكن تنجح في حاجة تانية وتخفق في الدراسة، ومحتاجة موازنة. الموازنة دي حسب طبيعة أي زول، هو بقدر يوفق ما بين الدراسة وما بين المهارات التانية، لكن الأحرى والأفضل أنك أنت تتميز في فترة الإجازة، فترة بداية السنة يعني. طيب طيب إذا عايز أبدأ أتعلم الذكاء الصناعي أبدأ كيف، وعلاقته شنو بالبرمجة؟ طيب السؤال ده إجابته بالنسبة للذكاء الاصطناعي هو، خلينا نقول من فروع البرمجة، لأنه الذكاء الاصطناعي بيتعلق بتعلم الآلات. يعني بس إذا جينا كتبنا ذكاء اصطناعي وذكاء آلات، بنلقى إنه بس بدل ذكاء الإنسان خدتنا ذكاء اصطناعي، فأنت كأنك بتصطنع أو بتحاكي ذكاء الإنسان. فمحاكاة ذكاء الإنسان دي بتتطلب إنك أنت تتعامل معاه بأوامر برمجية، وتتعامل معه بأكواد، فدي علاقة الذكاء الصناعي بالبرمجة أو باللغات البرمجية عموما. كيف إنك أنت تبدأ في الذكاء الصناعي؟ يحبس ويفضل إنك أنت تقرأ أساسيات الذكاء الصناعي هو شنو، يعني مبادئ الذكاء الاصطناعي، بعدك تشوف أنواع الذكاء الاصطناعي أو أقسام الذكاء الاصطناعي أو أقسام، وتتميز في حاجة معينة. فالبداية إنك أنت تبحث على جوجل، تبحث في قنوات اليوتيوب في شروحات كثيرة لأساسات الذكاء الاصطناعي، مبادئ الذكاء الاصطناعي وأقسام الذكاء الاصطناعي، فممكن تفيدك بصورة كبيرة شديد. طيب في سؤال هنا قال، تأثير المعدل وهل ممكن يزيد في السنوات القادمة، يزيد في السنوات القادمة، وتأثير الملحق مع أنه أنا ما شفت ملحق. طيب الملاحق والمعدلات دي ممكن تكون أكتر يعني شاكلة هي مواجهة الطلاب، يعني معدلك لأنت أنت حافظ عليه بغض النظر عن هو كم، يعني هل هو ممتاز جيد جدا جيد، حافظ على المعدل بغض النظر عن شئت ملحق أو لا. في جامعات إذا أنت شئت ملحق يعني بيحرم منك أنك أنت تاخذ الامتياز، لكن دي ما مشكلة. الأهم من ده كله أنك أنت مع المعدل الحالي ده تنمي مهاراتك، يعني انت معدلك جيد تنمي مهاراتك في حاجة ثانية، معدلك ممتاز برضو نمي مهاراتك، معدلك سيء برضو نمي مهاراتك في حاجة ثانية، لأن الحاجة دي بتساعدك جدا في أنك أنت لما تطلع من الجامعة تتوظف بصورة أسرع، وتتوظف في حتة مرموقة وجيدة، وفي النهاية تستفيد من الفترة الجامعية بأنك أنت طرحت منها بخبرة وشهادة ومهارة. طيب كيف أنظم وقتي وكيف أعالج مشكلة الصبر حق القراية؟ والله يا جماعة يعني ما في جواب على السؤال، لأنه القراية هي مرة أو حارة على أي زول، مهما كانت القراية في المجال أنت بتحبه أو مجال تاني، لكن هي صعبة جدا، لكن لابد من استحضار الهدف والقاية. يعني طالما أنت عندك هدف معين تصل له فاصبر، يعني لابد انك تصبر. انا ما يكون بتاع تنمية بشرية، لكن لابد انك تصبر وتصبر على المعاناة دي،
وأتحب قدماك فإن تعبا قدماك. طيب كيف نوازن بين بين الدراسة وتطوير الذات في المهارات الأخرى؟ يا جماعة ما بتاع تنمية بشرية، تطوير الذات والحاجات دي ما قاعد أخش فيها كثير، وما ما بعرف ذات، لكن أنا اللايف قطيته على تنمية المهارات، ما تنمية الذات، تنمية المهارات، يعني تنمية مهارات في التصميم، تنمية مهارات في الذكاء الصناعي، تنمية مهارات في البرمجة، تنمية مهارات في الإلكترونيات، تنمية مهارات في التصوير، تنمية مهارات في حاجة أنت يعني داير تتميز فيها. ففي فرق بين تنمية مهاراتك وتنمية الذات. تنمية الذات دي أنا ما عارفة وما قاعد أخش فيها أكتر. فأنت وازن بين الحاجة أنت تتميز فيها وبين قرايتك. يعني القراية هي أيوة أديها أولوية، لكن ما كل الأولويات، لأنه قرايتك براها لما تطلع من الجامعة زيرو، يعني ما بتساعدك أنك تتوظف على الإطلاق. فلا بد أن تنمي مهاراتك صح، وتتميز تنمية مهاراتك في الحياة أنت بتدرس فيها، أو الحياة أنت حتى داير مثلا راغب أنك أنت تدرسها مثلا مستقبلا، وبتساعدك أيضا على أنك أنت تتوظف بعد التخرج يعني. طيب في سؤال هنا، هل سوق العمل مربوط بالامتياز بصورة كبيرة؟ الإجابة على السؤال ده يا شباب، سوق العمل ماذا يقول لكم مربوط بالامتياز بصورة كبيرة؟ والإجابة هنا قد تكون مجحفة نوعا ما. يعني شنو يعني؟ يعني ما لا يقول لكم لا، لكن يعني أرجع لكم كيف. يعني مثلا مثال، أنت جيت لشركة، تتوظف في شركة، والشركة دي أنت طالب متميز، يعني طالب امتياز، تمام، وما عندك أي مهارات، يعني زيرو، وما عندك أي خبرة، وجاي بس بالشهادة بتاعتك. فمن المنطقي ومن البديهي مدير الشركة هيقول لك والله شهادتك دي سمحة وجميلة وأنيقة وما شاء الله وربنا يوفقك، لكن والله ما بنقدر نقبلك لأنك أنت ما عندك مهارة وما عندك خبرة. فالتميز ما ممكن أنه هو يقبلك في الوظيفة بدون مهارات نهائي، بدون خبرة بدون مهارات ما ممكن تتوظف بامتياز فقط. ممكن أيوة إذا مثلا في منح، في دراسات عليا، في برامج بتاع تدريب عالمية، فممكن الحاجة دي تساعدك، يعني التميز هو بيكون مطلوب فيها جدا في الشهادة. لكن خلاف كده ما أعرف والله، يعني شركة مثلا ممكن تقبلك بشهادة تميز فقط بدون مهارة وبدون خبرة، ما لاقتني والله. طيب لو تحصلنا على امتياز هعاني في وجود وظيفة وكده، مع انه حاليا امتحان السمستر الثاني ونتيجة السمستر كانت بالضبط، كان كده جاي اتخرج بامتياز محتاج. طيب يا جماعة، الامتياز في الجامعة عموما ما ممكن هو يكون يعني بدون امتياز في مهارات تانية، او بدون امتياز في الجانب اللا صفي او الجانب اللا اكاديمي. فلا بد انك انت تتميز في الجامعة، في الجانب الاكاديمي او المجال الاكاديمي والمجال اللا اكاديمي. فلما انت تتميز بس في مجال اكاديمي، صراحة هتنصدم لما انت تطلع من الجامعة، هتنصدم عديل، انه والله يا اخي الشركات ما بتقبلك بدون خبرة، بدون مهارة، بدون معرفة بالمجال، او بدون يعني تعامل مع المجال بصورة عملية، ما ممكن هي تقبلك. والجامعات ممكن تكون المعامل بتوفر لك أو العمل اللي بيوفره لك، ولا 1% من الواقع اللي هو ممكن يكون موجود في الشركات وفي المصانع. والله يا جماعة السؤال ده صعب جدا. قال هل فعلا القراية في السودان أحسن عدمها، وأنا مفروض أتحصل على معلومات من الدكاترة الأجانب عشان أتميز؟ ده يقول لكم جانب مهم جدا، القراية في أي دولة بتمر بها تحديات، يعني بتلقى والله في دكتور كويس ودكتور كع، في أي حد تلقى في دكتور كويس ودكتور كع. فالأفضل أنك أنت سواء كان في السودان أو في دولة تانية
الجامعة اللي انت فيها ما تخليها هي بس مصدر معلوماتك. يعني مثلا انت في جامعة في شرق السودان، آخر شرق السودان، وجامعة فقيرة بالمعلومات، ممكن انت تتواصل مع جامعة داخل السودان مرموقة تتحصل على معلومات أكتر، ممكن تتواصل مع جامعة خارج السودان تتحصل على معلومات أكتر، ممكن تبحث تتحصل على معلومات أكتر. فلا بد معلوماتك ما تربط بالجامعة بس، تربط حتى بمصادر خارج الجامعة. مصادر خارج الجامعة ممكن تكون جامعة داخل السودان كويسة أو جامعة خارج السودان كويسة. طيب، سوق العمل مستقبلا بالنسبة للذكاء الصناعي بيعتمد على الشهادة أو المهارة؟ والله سوق العمل بالنسبة للذكاء الصناعي بيعتمد أكتر حاجة على الاكسبيرينس، على الخبرة والمهارة. يعني كل ما أنت كان عندك خبرة أكتر وعندك مهارة أكتر، كل ما قبلتك الشركات، لأن يعني الشركات هي بتتعامل مع الذكاء الصناعي كحاجة براكتيكال. يعني أنت مثلا بيكون عندك داتا فمحتاج أنت تعمل لها ديب ليرنينج أو ماشين ليرنينج، فمفترض أنك أنت تكون عندك خبرة في التعامل مع الحاجة دي. طبعا الشهادة هي محبذة، لكن الخبرة حتى في الانترفيو في شركات ممكن تعمل لك تيست أو اختبار في أنه تديك حاجة أو تديك مهمة، وبعدك تشوف هل أنت عندك خبرة في الحاجة دي ولا لا. طيب، عمل شنو عشان أطعم التميز رغم الوضع الأكاديمي الكعب؟ والله يا جماعة التميز في الوضع الحالي بيحتاج عزيمة وإصرار، وبيحتاج معافرة حقيقية. يعني إذا أنت ما عندك معافرة وما عندك يعني صبر على التحديات الحاصلة هنا في البلد، ما ممكن تتميز بسهولة. فالتميز بيحتاج ده صبر، بيحتاج إنك أنت تبدأ شوية شوية، ما من البداية والله أنت طوالي تطلع بالعالي، لا، شوية شوية تلقى نفسك إنك أنت مشيت وزي ما يقولوا عبرت. فبس بيحتاج انك انت تبدأ، وبعدك الامور بتتسهل ان شاء الله. طيب، المهارات انا قلتها، المهارات كمهارات في التصوير، مهارات في الذكاء الصناعي، مهارات في الالكترونيات، مهارات في البرمجة، مهارات في الديزاين، مهارات في المونتاج، مهارات في التنظيم. دي كلها مهارات متنوعة الواحد ممكن يكتسبها من خلال التطوع، من خلال المبادرة، فمن خلال الكورسات الأونلاين، فمن خلال التطبيق العملي. فأنت كل ممكن تستفيد من المهارات دي بسرعة. طيب، أنا كده انتهيت من الأسئلة. فإذا في أي سؤال يا ريت الناس تكتب تحت عشان اللايف ما يكون طويل أكتر من كده. إذا في سؤال أخير ممكن الناس تسأل، عنوان اللايف كيف تتميز في المرحلة الجامعية. المرحلة بعد الجامعية دي أنا لسه ما وصلت، أنا بس حاسة في أنا ذاتي يعني بدرس لسه، يعني بدرس بكالوريوس في الهندسة، فلسه أنا في المرحلة الجامعية. فعشان كده أنا ما كتبت المرحلة بعد الجامعية. طيب، قالت منى قالت بتشتغل يوميا من الساعة 6 لـ 6، كيف تقسم؟ والله يا جماعة الحاجة دي يعني أي واحد هو بيقدر يعرف كيف يقسم صح. يعني مثلا أنا ما ممكن مثلا أحكي لك تجربتي في التقسيم، أنت طوالي تقوم يعني تقوم تطبقها في نفسك. ما أنت عندك حاجات أكتر مني، أو أنا عندي حاجات أكتر منك، أو وضعي مثلا ما زي وضعك. فعشان كده أنسب حاجة إنك أنت تقسم وقتك حسب الحاجة أنت بتشوفها صح. يعني والله ممكن تقسم وقتك في إنه تشوف مثلا الفترة الصباحية كويسة معك، واحد تاني يشوف الفترة المسائية بعد ما يرجع يكون كويسة معه، في واحد تاني يشوف لا لا والله، يعني ممكن أثناء ما شغال مثلا أقوم أشتغل في حاجة تاني مثلا في وقت البريك. فأي واحد بشوف رؤية مختلفة. عشان كده ما داري أجاوب على النقطة دي، لأنه
ممكن هي انا اجاوب، لكن تكون بالنسبه للشخص الثاني يعني خطا معياري، دي هو حيكون خطا. لان افضل حاجه انك انت تشوف وقت الفراغ بالنسبه لك وين في حاجه، والساعه المناسبه انك انت تنمي مهاراتك فيها كيف، وبعدها جوهت يعني ما في مشكله. كطالب هندسه مدنيه، مهارات شنو ممكن اتعلم خلال الفتره؟ والله يا جماعه ده سؤال يعني كثيرة من تخصصات تانية. يعني مثلا نفس السؤال ممكن يكون دي تخصص الميكانيكا، نفس السؤال ممكن يكون دي تخصص علم النفس، نفس السؤال ممكن يكون دي تخصص الطب، نفس السؤال ممكن يكون دي تخصص الكهرباء. فأي تخصص عنده مهارات معينة هو بيكتسبها. يعني أنت أبحث عن تخصص، لأنه أنا ده ما تخصصي، فأنت أبحث عن تخصص المدنية، شوف المهارات اللي فيه وشنو حاول يتعلمها. إذا أنت تخصصك تاني تخصص الطب، شوف المهارات اللي ممكن تتعلمها شنو وتكتسبها شنو ويتعلمها. لكن عموما في مهارات أنت ممكن تتعلمها من دون تخصصك، يعني مثلا التصوير، مثلا المونتاج، مثلا الذكاء الصناعي، مثلا البرمجة أو اللغات البرمجية. فدي كلها مهارات أنت ممكن تبدأ فيها بدون ما أنت يكون عندك تخصص معين. يعني أنت ممكن تكون بتقرأ علم نفس، ممكن تقرأ لغة برمجية عادي، ممكن تكون أنت بتدرس طب وتتعلم مهارات التصوير أو المونتاج وتمثل لك مصدر دخل أو تمثل لك مثلا مهارة. ففي مهارات هي ما مربوطة تخصصات، في مهارات مربوطة بتخصصات. فمهارات مربوطة تخصصات انت شوف التخصص اللي انت فيه وابحث عن المهارات اللي جواه وشنو وحاول تكتسبها، يعني ما في مشكلة. طيب هل بتتفق مع أمنية بأن الوضع الأكاديمي كعب، وما معنى ذلك؟ والله الوضع الأكاديمي كعب أو سيء، دي ممكن يعني سؤال يوجه للناس المعنيين او الناس الخبراء في الجانب الاكاديمي. لكن عموما انا كطالب ما راضي بالوضع الاكاديمي الحالي، يعني في الجامعات عموما يعني، او الجامعات اللي انا زرتها يعني. فانا ما راضي بالوضع ده. لكن مع الاجابة دي او مع عدم الرضا ده ممكن اتميز، ممكن زي ما اقوله أصبح عابر مثلا في حاجة أنا عايزة، فلا تمثل لي عائق على الإطلاق. فالوضع الأكاديمي إذا كان سيء أو إذا كان جيد، إذا كان جيد طبعا هو بيساعدك، لكن إذا كان سيء برضو ما بيمثل لك إنك عدم تميز. يعني أنت ممكن ما الحاجات هسه أصبحت مفتوحة لكل، يعني المعلومات المصادر بقت مفتوحة، يعني ما فيها مشكلة. فانت ممكن اذا كانت الجامعه ما موفر لك مصادر كثيره وما موفر لك معلومات كثيره، ممكن تبحث، ممكن تتعلم من قنوات اليوتيوب، ممكن تتعلم من المواقع. فالحاجه دي كلها بقت متاحه ومفتوحه يعني. طيب دكتور يوسف، ما هو تفسيرك الشخصي لوضع الكعب؟ تفسيري الشخصي للوضع الكعب الحالي اللي هو مثلا في الجامعات، أنا في جامعات ما موفرة مثلا بيئة معملية جيدة للطلاب، في جامعات ما موفرة ريسورس أو مصاري للطلاب، في جامعات مثلا ما مهتمة بتنمية المهارات للطلاب للطالب الجامعي اللي هو في الجامعة. في تحديات كثيرة بتصاحب الطالب الجامعي في الجامعة، بتمثل له الوضع هو مثل له وضع كعب يعني في الجامعة. فده تفسيري الشخصي يعني. شكرا على مداخلتك يا دكتور. طيب في سؤال تاني، أنا اتخرجت الحمد لله، عايز أقول لكم وضع الأكاديمي في الجامعات ما كعب شديد. المشكلة في الطلبة، وإذا فرضنا وضع أكاديمي كعب ما في عذر لنا، لأنه تقريبا كل شيء بقى متاح الليلة. أي معلومة عايزة ممكن يوصل عن طريق التلفون، ده أبسط شيء. والله وضع أكاديمي هو ممكن يكون يعني بالنسبة لناس هو ما كعب، وبالنسبة لناس كعب، فهي هتعتبر
نظرة شخصية، يعني أي زول حسب رؤيته الشخصية يعني ده الموضوع ده. فلكن أكتر شخص ممكن يفتي اللي هو الشخص اللي عنده خبرة في المجال الأكاديمي وعنده خبرة بالوضع في الجامعات، فده ممكن يقيم الوضع بمعايير معينة وب ديتاوس معينة، هو بيشوف أن هي معيار حقيقي مثلا لتقييم الجامعات من حيث الوضع الأكاديمي ووضع الدراسي وحتى الوضع للطلاب يعني. لكن يبقى أي طالب له نظرة شخصية يعني. فإذا في سؤال أخير ممكن أسأل، لأن اللايف كده انتهى والزمن طول، فممكن سؤال أخير أو ممكن سؤال أخير بالنسبة للتميز أو كيف تتميز في المرحلة الجامعية. طيب شكرا لكم على الحضور، شكرا على التعليقات الجيدة، شكرا على الأسئلة، شكرا على استفادة من المعلومات إن شاء الله. طيب في سؤال أخير والتعليق من دكتور يوسف، أنا في الحقيقة من بين الحريصين على تعيين جامعي أفضل، هل نحن بنتكلم عن مناهج الأستاذ المكتبة؟ والله يا دكتور يوسف، يعني التعليم الجامعي في الوضع الحالي بالنسبة للسودان يعني محتاج تقييم أكثر من الخبراء، محتاج إعادة نظر، مصحوب بتطور العالمي بالنسبة للجامعات أو حتى التطور العالمي بالنسبة للتخصصات يعني. يعني بتلقى إن في جامعات هي فيها أساتذة أكفاء، أساتذة ممتازين، لكن في عجز مثلا في شيء ما. فالحياة دي محتاجة مثلا إعادة نظر من أشخاص عندهم تقييم عالمي وعندهم معايير عالمية بالنسبة لتقييم الجامعات، بيبنوا عليها إعادة نظر الجامعات دي، مصحوبة طبعا بالتطورات الحاصلة في التخصصات اللي هي في الجامعة المعينة أو الجامعة اللي هي مفترض يعيدوا لها إعادة نظر يعني. لكن شكرا لكم على المعلومات الجميلة وعلى الأسئلة الجميلة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في لايف آخر، دمتم في رعاية الله وحفظي. أتمنى أكون استفدت من المعلومات، وأتمنى أن يكون لايف كان إضافة حقيقية بالنسبة لكم، وإن شاء الله يعني نجد أن الطالب السوداني في مختلف الجامعات طالب متميز، طالب واعي، طالب مدرك، طالب يعرف قيمة العلم، قيمة التعلم، وقيمة التخصص اللي هو فيه. أنا عندي أخوي بدرس في سنة ثامنة عنده هوس واختراعات في مجال التليفونات. والله يا جماعة الأسئلة هي خارج الإطار حق السؤال أو إطار اللايف اللي هو كيف تتميز في المرحلة الجامعية. لكن ما مشكلة، ممكن أعقب على التعليق ده اللي هو قاعد عندي أخوي بيدرس في سنة ثامنة عنده هوس في الاختراعات في مجال التليفونات. بالنسبة للأطفال اللي هم ممكن يكون عندهم رغبة في الابتكار ورغبة في الاختراع، الأفضل والأحرى والأجمل أنه يتم ربطهم بمجتمعات أو بجمعيات أو بمبادرات عندها هي اهتمام بالجانب ده، سواء كان في الابتكار أو في التكنولوجيا أو في الذكاء الصناعي. فأنا أنصح في الجانب ده بالأخص فريق المبتكرين الصغار، والمبادرات التانية سواء كان IoT Kids أو المبادرات العالمية التانية كودن دوجو، كلها هي مبادرات عالمية ومحلية بتهدف أو بتشتغل في الجانب بتاع تعليم الأطفال الابتكار والبرمجة والإلكترونيات. فشكرا لكم، كنت معكم محمد محجوب، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في لايف آخر، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.